بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 115. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن إحياء الموات، ووقفنا عند قوله: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الحلقة التي قبل هذه أن قلنا إن الإسلام يحث على إعمار الأراضي واستغلالها والاستفادة منها، إلا أراضي يضر إعمارها بالأفراد أو بالجماعات، وذلك كالمرتفقات التي يرتفق بها أهل البلد بالاحتشاش أو الاحتطاب أو الرعي أو مسائل المياه السيول التي تأتي إلى مزارعهم، فلا يجوز لأحد أن يحييها، لأن هذا يضر بالأفراد أو بالبلد. ومن ذلك ما ذكره هنا، أنه إذا كانت الأرض الموات قريبة من عامر البلد، فإننا ننظر، فإن كان في إحيائها إضرارا بأهل البلد أو إضرارا ببعض الأفراد فإنه لا يجوز إحياؤها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة. والشيء إذا كان مرتفقا للبلد أو للأفراد فإنه ليس ميتا، فلا يجوز إحياؤه. أما إذا كانت هذه الأرض الموات القريبة من عامر البلد ليس فيها إضرار لا على الأفراد ولا على الجماعات، فلا بأس بإحيائها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. هذا بيان ما يحصل به إحياء الموات، وهو أربعة أشياء. قال في أولها: من أحاط مواتا. الشيء الأول: إذا أحاطها بجدار، إذا أحاط الأرض الموات بجدار فإنه يملكها بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط أرضا أو مواتا فقد ملكها، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فإقامة الحائط وهو الجدار على الأرض الموات يحصل به الملكية لمن أقام هذا الجدار عليها بنية التملك. وأما إذا حبسها فقط أو حجرها، أو ما يسمى بالتحجير، بأن أدارها بحجارة أو أدارها بعقم، ما يسمونها العقم وهو الحبس، فهذا لا يفيد تملكا لأنه ليس جدارا. ثانيا: يحصل التملك بحفر البئر في الأرض الموات إذا وصل إلى الماء،
فإنه يملكها بذلك، لأنه جاء في الحديث من أحاط أرضا أو حفر فيها بئرا فقد ملكها، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إذا حفر البئر ولم يصل إلى ماء فإنه لا يملكها بمجرد الحفر، لأن وجود هذه البئر وعدمها سواء. نعم. أو أجراه إليه من عين. الشيء الثالث مما يحصل به تملك الأرض الموات إذا أجرى إليها الماء الذي يسقيها من نهر أو من مصدر من مصادر المياه التي تصلح للزراعة والغرس، فإذا أجراه إليها وأوصله إليها فإنه يملكها بذلك، لأن هذا بمثابة حفر البئر التي يصل إلى مائها. والشيء الرابع إذا قطع عنها ما يفسد زراعتها، كأن يأتيها مياه تتسرب إليها مياه وتكون مستنقعات لا تصلح للزراعة، فإذا قطع عنها هذا الماء الذي يفسدها ويبست وصارت صالحة للزراعة فإنه يملكها بذلك، مثل ما لو أجرى الماء إليها لإصلاحها وزراعتها. فهذه هي أنواع الأنواع التي يحصل بها تملك الموات: الأول إحاطة الجدار به، الثاني حفر البئر به حتى يصل إلى الماء، الثالث أن يوصل إليها الماء من مصادره كالنهر وغيره والبحيرات العذبة وغير ذلك، الشيء الرابع إذا قطع عنها ما يفسدها عن الزراعة والبناء، كما لو كانت أرضا سبخة أو أرضا تتسرب إليها المياه وتصبح مستنقعات، فإذا قطع عنها هذا الماء الذي يفسدها واستصلح أرضها حتى صارت صالحة للاستثمار والإعمار فإنه يملكها بذلك، لأنه أجرى فيها ما يجعلها صالحة للاستثمار. نعم. الحائط الجدار يا شيخ طبعا لا يلحق به الحبس والعقم، لكن الشبك الذي يمد وله مراكز ولا هذا مثل الحبس ما يملك به، لأن هذا على نية الأخذ غير ثابت، لا يلحق بالحائط، لا لابد من الحائط لأن الحائط يكون ثابتا. نعم. أحسن. نعم. قال فقد أحياه بعد. نعم. ما ذكر هذه الأربعة قال فقد أحياه، يعني أنه أحياه الإحياء الشرعي فيملكه كما سبق. نعم. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، هذا حريم البئر إذا كان في الفلات بئر، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويتملك ما حولها. هذه البئر إذا كانت صالحة للاستعمال يريدها الناس ويستقون منها أو يسقون منها دوابهم، وهي ما تسمى بالموارد، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويتملكها، لأن هذه من مرافق العامة، من مرافق البادية ومرافق الحاضرة، فلا يجوز لأحد أن يبسط سلطته عليها ولا على ما حولها، بل تبقى مرفقا للناس. هذا إذا كانت ليس لها مالك، وكذلك إذا كانت هذه البئر لها مالك، حفرها إنسان حتى وصل إلى الماء فإن لها حريما، والحريم المراد به ما حولها مما تحتاج إليه، مما تحتاج إليه لمعاطن الإبل وتجمع الأغنام والمواشي. فإذا كانت هذه البئر عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد، بمعنى أنها قديمة، فإنها تملك 50 ذراعا في مثلها من كل جانب،
تملك 50 ذراعا في مثلها من كل جانب، وإن كانت بديئة يعني ليست قديمة وإنما هي بئر حفرت إما لفرد وإما لعامة الناس، فإنها على النصف، فإن حريمها على النصف من حريم البئر القديمة، فلها نصف حريم البئر القديمة مما حولها. نعم، يعني 25 ذراعا. نعم. قال وحريم البدية نصفها، نصف حريم البئر العادية، يعني 25 ذراعا من كل جانب. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. تقدم لنا أنه ليس من شرط إحياء الموات إذن الإمام، بل من شرطه ألا يكون ملكا لأحد ولا مرفقا لأحد، ولكن للإمام صلاحية الإقطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث معادن القبلية، فإذا فمن صلاحيات الإمام أيضا أن يقطع الناس في الموات الذي لا يتعلق بحوائج الناس أو أهل البلد. وإقطاع الإمام لا يفيد ملكا، وإنما يفيد اختصاصا، لا يثبت الملك إلا بالإحياء، فإذا أقطعه الإمام صار أخص بهذا الشيء من غيره، فإن أحياه بأن بنى جدارا يحيط به أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجرى إليه الماء حتى أصبح صالحا للزراعة أو قطع عنه الماء الذي يفسده، فإذا أجرى هذه الإجراءات بعد إقطاع الإمام فإنه يملكه. أما مجرد إقطاع الإمام بدون أن المقطع يجري فيها شيئا من أسباب الملكية فإنه لا يفيده ملكية، وإنما يفيده اختصاصا، فيكون أحق به من غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال وإقطاع الجلوس في الطرقات الواسعة. من صلاحيات الإمام أيضا أو نائب الإمام كالبلديات إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة للبيع، فيقطع الباعة أو أصحاب البسطات أمكنة يجلسون فيها للبيع ولا يملكونها، وإنما يملكون الانتفاع بها ما دام متاعهم فيها وما دامت معداتهم فيها، فهم أحق بها من غيرهم. وإذا كانت الطرق ضيقة تضيق على الناس فلا يجوز للإمام أو نائب الإمام أو البلديات، لا يجوز لهم أن يقطعوا للجلوس في طرقات الناس الضيقة، لأن ذلك يضر بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا تلتمس مصلحة الأفراد بضرر العامة. نعم. نعم. قال ما لم يضر بالناس. اي نعم. ويكون أحق بجلوسها، لا يملكها وإنما يكون أحق بجلوسه فيها للبيع والشراء فقط، وإذا نزع منها متاعه فإنه لا يبقى له فيها تعلق، ولغيره أن يأتي ويجلس فيها. نعم. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. ولا يشترط إقطاع الإمام للجلوس في الطرقات الواسعة، بل إنما هذا مسوغ فقط. قال ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، يعني ويثبت للباعة المتجولة الذين يسمونهم الباعة المتجولة، نعم، يثبت لهم الجلوس في الطرقات الواسعة ويكون أحق من غيرهم إذا سبقوا إلى مكان لم يسبق إليه أحد قبلهم، قوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره، فلهم الجلوس ولو لم يقطعهم الإمام أو المسؤول في الأمكنة التي لا ضرر فيها على المارة، ولكن لا يكون لهم الحق إلا مدة ما بقوا فيها، فإذا نزعوا منها ورحلوا عنها فإنها تعود كما كانت
لمن سبق إليها من بعدهم. نعم. قال ما بقي قماشه فيها وإن طال. وإن طال جلوسه فيها، لو أخذ سنين فإنه يكون أحق بها، لأنه ليس للانتفاع بالأرض الموات، ليس للانتفاع حد محدود. نعم. وإن سبق اثنان اقترعا. إذا جاء اثنان إلى هذا المكان الذي لم يسبق إليه أحد يريدان الجلوس فيه للبيع، فإنه لا ميزة لأحدهما على الآخر، فيعمل القرعة وهي الاستهام، والقرعة حل شرعي استعمله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استعمله يونس عليه السلام، واستعمله بنو إسرائيل لما تنازعوا في كفالة مريم، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسهام بالقرعة حل للأمور المتنازع فيها في استحقاقها، فإذا ظهرت القرعة لأحدهما فإنه يكون أحق بالجلوس في هذا المكان. نعم. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. هذا في المرافق العامة، ومنها الماء الذي يأتي مع الأودية، الماء المشترك. قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. فمياه الأنهار ومياه الأودية هذه مشتركة للمسلمين، يشربون ويزرعون منها. وإذا كان الماء يمر على الناس فإنه يبدأ بالأعلى منهم، يبدأ بالأعلى منهم أي الذي هو أقرب إلى الماء، فيسقي زرعه وأشجاره ويحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعب ثم يرسله إلى من تحته، ولا يحبسه بسد أو غير ذلك، لأن هذا يضر بالآخرين، وإنما له مقدار ما يصل إلى الكعب. وذلك لقضية الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري، تخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الماء، وكان الزبير أعلى من الأنصاري على الوادي، وادي من أودية الحرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير: اسقي وأرسل الماء إلى جارك. فكأن الأنصاري صار في نفسه شيء وتكلم بكلام غير مناسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ذلك وأنه لم يقبل الصلح حكم له بموجب الشرع، فقال: اسقي يا زبير واحبس الماء إلى الكعب، إلى الجدر، واحبس الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. وقد قاسوا الجدر الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه يبلغ إلى حد الكعب، فصار هذا قاعدة شرعية أن الأعلى ممن هم على مجرى الماء العام أنه يسقي ويحبس الماء إلى قدر الكعب ثم يرسل البقية إلى من تحته، وهكذا الذي يليه وهكذا الذي يليه إلى أن ينتهوا. هذا هو الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. نعم. الأصل أن الكلى مشترك بين المسلمين وهو المرعى. نعم. لا يختص به أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. والكلأ المراد به العشب. نعم. الذي ينبت البر بالأمطار أو ينبت بمياه الأنهار وغير ذلك، فهذا مشترك بين الناس، لا يجوز لأحد أن يبسط حمايته عليه، وإنما السابق
إليه يأخذ حاجته فقط ويترك البقية للناس، فيرعى دوابه مثلا ويترك البقية للناس، أو يترك دوابه ترعى مع دواب الناس، ولا يمنع الناس من الرعي في هذا المكان لأنه مشترك بين الناس، فإن منع الناس منه فهو ظالم. إلا ولي الأمر، فإن ولي الأمر له أن يحمي بعض الفلوات لدواب بيت المال، لأن دواب بيت المال مصلحتها للمسلمين عموما، فلولي الأمر أنه يحمي بعض المفالي لأجل دواب الصدقة ودواب بيت المال، لأن نفعها لا يختص به، وإنما هو لبيت المال، وبيت المال لمصالح المسلمين. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، والنقيع مكان قريب من المدينة فيه العشب، حماه لدواب الصدقة. وكذلك عمر رضي الله عنه حمى الشرف والربذة لخيل المسلمين، لخيل بيت المال، فالحمى لولي الأمر هذا جائز لأصل الشرع لأنه لمصالح المسلمين عموما. أما غير ولي الأمر فليس له أن يحمي المفالي والمراعي عن الناس، قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، وإنما السابق يأخذ قدر حاجته ويترك البقية للناس. نعم. قال: ما لم يضرهم. ويقيد حمى ولي الأمر بالشيء الذي لا يضر الناس أيضا. نعم. أولا أن يكون لدواب بيت المال لا لمصالح خاصة. نعم. وثانيا أن لا يضر بالناس، فإن كان هذا الحمى يضر بالناس ويضيق على الناس فإنه لا يجوز لولي الأمر أن يحميه، ولو كان لدواب بيت المال أو دواب الصدقة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وقول عليه الصلاة والسلام: لا حمى إلا لله ولرسوله ثم هو لكم. نعم. يعني هذا يدل على ما ذكرناه أنه يجوز الحمى لله ولرسوله، هذا لمصالح المسلمين، يعني لمصالح المسلمين. نعم. وقوله ثم هو لكم، يعني بعد دون ما حمي أو بعد ما يحمى؟ ثم هو لكم يعني أن هذا الحمى ليس خاصا به، إنما هو لمصالح المسلمين لأنه لدواب المسلمين ومصالح المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.